اكسيد الكربون في صورة ايه؟ غاز. الله، بص لي في النواتج اللي هنا وبص لي في النواتج اللي هنا، ده نفس الكلام. NaCl NaCl، ميه ميه، ثاني اكسيد كربون ثاني اكسيد كربون. الله، يبقى هنا بقى في سؤال مهم جدا جدا، هنقول ايه؟ علل. لا يستخدم حمض الهيدروكلوريك اللي هو يعتبر الكاشف الايه الرئيسي المخفف للكشف عن الكربونات والبيكربونات. اقول له اه، عشان بيديني مع الكربونات والبيكربونات هما الاثنين نفس الحمض الاقل ثبات اللي هو حمض الكربونيك اللي بيعمل فوران، تمام، ويتفكك الى ميه وثاني اكسيد الكربون اللي بتعكر برضو ماء الجير لمده قصيره. يبقى هنا النواتج واحده، يبقى ال HCl الكاشف الرئيسي ما ينفعش يميز بينهم.